بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ صار اشرب صليب. اما بعد ساقدم لكم قصيده بعنوان الكورونا. هذا قلمي هذا اشعاري. الكورونا اتت من الصين الى بليدتي فبكت قصيده تشعري في انيني. لم اكن اعرف يوم ستاتي الكورونا فاشتهت كل قصائد اشعاري فمات قلبي. الكورونا هو مرض عضال اتى به. أتى به ماذا؟ أتى به إنسان لا يعرف الدنيا ولا الآخرة. أتى به فاشتاح كل قصائد أشعاري فمات قلبي. والله لم أكتب قصيدة شعري مثلها لأن الأنين في الفؤاد وجداني فانفجر كياني فوق أشعاري. الكورونا هو مرض خطير أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يهزها منا وأرفع من الذي يحب الإسلام والدين يرفع كلتا يداه ويرفع ويدعو لله سبحانه وتعالى ويقول له ربي سبحانه وتعالى أخذ ربي سبحانه وتعالى سبحانك 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 وادعي من قلبك وقول يا رب إن شاء الله يروح هذه الكورونا. وأنا أقول ماذا؟ سأقول أن كلمات شعري من كلمات شعري من جملة إلى جملة وقصيدة شعري ستكون ظاهرة من رحلة إلى رحلة. الكورونا من الصين إلى بوليدا فاجتاحت كل ولايات فاجتاحت العالم كلها. الكورونا سيأخذها الله سبحانه وتعالى سيأخذها لأن سبحانه وتعالى قال خلق الداء والدواء خلق الداء والدواء. وأنا أقول قصيدة شعري ستبقى هنا في معصمي لأن قصيدة شعري لن تموت أبدا. لأنني ماذا؟ أنا فارس فوق الجدار أكتبها وفوق السماء أرسمها وفي البحر أستنشق هواها. أما الجبال فأنا أسافر أمامها. أما الصحراء ماذا؟ سأجعلها فوق أشجاري. الكورونا ديزناف أو كورونا 19 هو مرض خطير. أتمنى كل شخص أن يعطي بينه وبين صديقه مسافة وأن يضع كمامته لكي لا يصيب الآخرين لأن رب سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا أنفسكم تهلكة ولا تلقوا أنفسكم تهلكة. أقولها للمرة الألف لا تلقوا أنفسكم تهلكة. هذه قصيدتي هذا أنا هذا حبي فوق أجنحة الطيور. أصدقائي أقول لكم الحذر ثم الحذر والحيطة كما يقول في الأمثال ماذا؟